إذا ما حدث في الدوحة تحت الضوء في بورصات العالم، ومباشرة إلى الدكتور هفان سيترمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. يا دكتور مساء الخير، قبل الدخول في التفاصيل، يعني رأيت الاستجابة الضعيفة ربما لما حدث البارحة في الأسواق، في النفط نفسه، على حتى العملات، على كافة المستويات، عملات السلع أعني. بماذا تصف اجتماع الدوحة؟ بعض الأخبار تقول فشل اجتماع الدوحة، هل هو فشل أم تعثر أم أنه انتظار pending لحين اكتمال المشاورات؟ سوف أسميها فرصة ضائعة. فبعد بالطبع اجتماع السابق شاهدنا أسعار النفط تتحسن، وهذا كان جيدا لكل الدول المنتجة للنفط. لقد ولت الأيام حيث كنا عند مستوى 26 دولارا وقد وصلنا إلى 43 دولارا. إن هذا الاجتماع بالطبع كان فرصة، وهذه الفرصة قد راحت أو ذهبت سدى. كنا نتحدث عن تجميد، ونحن جميعا نعرف أننا بحاجة إلى التغيير، والتغيير المطلوب هو إعادة التوازن إلى الاقتصاديات في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن إذن فوتنا الفرصة على أنفسنا، هكذا أصف هذا الاجتماع. ولكن هناك جانب آخر، السبب وراء تفويت هذه الفرصة وعدم أخذ القرار هو لأنهم قد اعترفوا وأدركوا بأن العديد من الشركات الأمريكية تغلق، وبالطبع الإنتاج الهيدروليكي بالطبع كان يعتبر كبديلا للوقود الأحفوري اليوم الذي ينظر إليه فقط من نظرة تجارية. النتيجة النهائية فمع التغيير الديناميكيات الطلب يتباطأ، 1.2 مليون المعروض، أيضا لدينا حوالي 900 مليون برميل في اليوم، إذا بين 300 و 400 ألف هو الفائض في المعروض، وهذا لن يؤثر سلبا على الأسعار. الدولار أيضا عند مستوى ثابت، وهذا بدوره سوف يؤثر على العقود الأجلة للنفط. كخلاصة، من الآن لغاية شهر يونيو وخلال الاجتماعات في روسيا بالطبع سوف نشهد تذبذبات مالية في الأسهم، في العملات، في السلع، ولكن هذا لن يكون كبيرا. دكتور سيترمان، يعني اليوم هنالك تساؤل حول مصداقية أوبك، هل أصبحت تحت المحك؟ إن أوبك تقصر من تأثيرها بالطبع. إذا نظرنا إلى الصورة العامة فعليهم أن يأخذوا القرارات، وعملية أخذ القرارات ينبغي أن تكون واضحة. نحن نعرف التوتر الجيوسياسي بين المملكة العربية السعودية وإيران، هذا كان متوقعا، فكل في قطب معاكس. فنحن كنا نتوقع عدم التوصل إلى توافق حول هذا الموضوع لكل من هاتين الدولتين نظرته الخاصة، ولكن كان ينبغي أخذ قرارا نهائيا وأن يتفقوا على التجميد للإنتاج كما ذكر من قبل، وكان هذا بالطبع ليغير التأثير الكبير ومساهمة الدول المنتجة للنفط. وبالطبع أن منظمة أوبك تخسر زخمها، ولكن كل المنتجين من أوبك وخارج أوبك عليهم أن يضمنوا على أن أسعار النفط سوف تصل إلى مستوى توازن، أي ليست أسعار متدنية جدا وليست أسعار مرتفعة جدا. أوبك لديها الكثير من الواجبات التي عليها أن تقوم بها إلى حين حلول شهر يونيو في اجتماع روسيا، وذلك لخلق توازن في الأسواق. أيضا لنعد إلى المستويات، يعني دكتور سيترمان، فيما يتعلق بالمستويات التي قالوا بأنها وصلت إلى أعلى مستوياتها أيضا في شهر يناير، يعني هل هناك من جديد يمكن أن يطرأ على هذه المستويات إذا كانت هي كما تشير التقارير هي في أعلى مستوياتها؟ بالنسبة إلى مستويات الإنتاج بالطبع سوف تشهد تغييرا، ولكن إذا ما نظرنا إلى مثلا ما يحصل في الكويت والإضراب في الكويت فهذا لديه تأثيرا من 3.2 مليون إلى 1.2، فبالطبع نحن نشهد تغيرات وتذبذبات، انخفاض وارتفاع، ولكن لن يكون هناك تغييرا جذريا. إن الاستهلاك لم ينخفض بشكل عميق، ولا إن المواردين قد زادوا من الإمدادات، لذلك نحن نلاحظ أن التأثير هو تأثير غير ملموس أو مادي، ولكن
ولكن في نفس الوقت علينا أن نعي بأن تكلفة الإنتاج جد رخيصة لبعض الدول في المملكة العربية السعودية وروسيا، وأن تكلفة الإنتاج لا يمكن أن تكون مستدامة للمنتجين الجدد الذين ليس لديهم قاعدة كبيرة مثل شل. وأيضا بالنسبة إلى الدول الأوبك فهم لديهم نقص في الاستثمار الرأسمالي الذي بدوره سوف يؤثر على تعطل الإمدادات، فالعديد من الشركات تفلس، سوف يكون هناك تغير مادي كبير. وأعتقد أسعار النفط متوسط لن تكون أقل من 45 دولار في نهاية السنة حتى وأن أخذ قرارا في شهر يونيو. إذا ما نظرنا إلى أسعار النفط أنها قد تصل إلى 50 دولارا، والتوقعات نطاق 40 إلى 45 هو متوسط أسعار النفط لهذا العام. نعم دكتور رهفان، فيما يتعلق بالرجوع إلى التصريحات الإيرانية التي تحدثت على أن من تخيل بأن إيران ستقبل بتجميد الإنتاج فهو مخطئ، يعني ومثل هذه التصريحات تدل على أن إيران من الممكن أن تفتح صنابير نفطها دون هوادة. السعودية من جانبها أيضا ذكرت بأنها قادرة على زيادة الإنتاج. هذه المسألة، هذا التحدي ربما يعرض السوق إلى الطوفان. يعني سؤالي، ما هي اتجاهات النفط في المرحلة القادمة في ظل هكذا تحدي؟ وسؤالي الأهم، حرب الحصص، أنت تعلم أن السعودية على الدوام حريصة على الحصص أكثر من الأسعار، وكثيرا ما ضحت بمسألة الأسعار حفاظا على مبدأ الحصص. إلى أي مدى إيران قادرة ربما على أن تقدم عرض أفضل وبالتالي تضمن مراكز شراء أكثر؟ إنهم كان لديهم قبل العقوبات 4.5 مليون برميل في اليوم، هذه القدرة القصوى لإنتاج المستويات القصوى. اليوم لديهم 3 مليون برميل كإنتاج يومي، قد زادوه بحوالي 400 ألف برميل يوميا. إن المستوى الأعلى هو بالطبع هم يريدون أن يستثمروا في رأسمالهم، وهم يحاولون أن يستفيدوا من بيعهم للنفط كي يقوموا من زيادة الإنتاج، فهم يريدون أن يصل الحد الأقصى من الإنتاج في إيران. ومع أسعار النفط المتدنية للبرميل فهذا لن يساعدهم، فإذا هناك صعوبة في خلق هذا التوازن كان على مستوى إيران وعلى المملكة العربية السعودية. في نفس الوقت علينا أن نعي أنه من مصلحة الدول المنتجة، الدول الأعضاء في منظمة الأوبك وغير الأعضاء على المدى البعيد، أن يتوصلوا إلى وضع كوتا الحصة إلى تجميد الإنتاج. هذا بالطبع سوف يرفع من متوسط سعر النفط، ومرة جديدة سوف يستثمرون في تحديث عمليات الإنتاج. فمثلا لدينا الطاقة المتجددة، وحتى لدينا الشيل أويل النفط الصخري، وبالتبع سوف يستبدلون الوقود الأحفوري. هذا سيستغرق وقت 5 أو 7 سنوات كي تصبح توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كي تصبح نموذجا معمما. فبالنسبة للنفط مع إيران، ما أن تصل إيران إلى 4 مليون برميل، فحين بالطبع هم عليهم أن يجدوا للحل النهائي والأخير، ما هو مستوى التجميد، ما هو القطع الذي او التخفيض الذي سيقومون به بتخفيض الانتاج به. نعم شكرا لك دكتور رهفان سيتارمان، كنت معنا من الكويت وانت الرئيس التنفيذي لبنك الدوحه على كل هذه المعلومات.